احنا استمعنا لانتقادات الشباب وكانت محل احترام شديد جدا، وتوافقنا على ان التيار في حاجة الى صياغة للائحة تنظيمية منضبطة وورقة سياسية من خلال مؤتمر عام يتم التحضير له ويتوافق على موعده ويضمن ديمقراطيته. ثانيا استمعنا الانتقادات للجانب التنظيمي، وهذه الانتقادات تعرضت لأخطاء في إدارة العملية التنظيمية كانت محل نقاش، واتفق على الاقتراح اللي تقدم به أمين التنظيم لاتفق فيه مع اللي قدموا هذه الانتقادات بأن يقدم استقالته غدا إلى لجنة التسيير ويعاد تشكيل لجنة التنظيم. نعم، تم التوافق باقتراح أمين التنظيم باتفاق مع كل اللي كانوا موجودين أن يتقدم باستقالته غدا إلى لجنة التسيير ويعاد تشكيل لجنة التنظيم المركزي. مين؟ ما كانش فيه خمس، لم يكن هناك مطلب بهذا الشكل على الإطلاق. كل الأسماء كانت محل احترام وتقدير، وكل الانتقادات كانت لممارسات ذات طابع تنظيمي محدد، والجميع كان مؤكد ان هو بينتقد عشان وحدة التيار وباحترام كل الأشخاص. ما كانش فيه شخصنة للانتقادات. الكلام ده ما تذكرش، بتسرب لك معلومات انت.